ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. تداولت صفحة مواقع التواصل الاجتماعي فيديو وثقه أحد المهاجرين المغاربة بإسبانيا، حيث قام بتصوير مجموعة من السيارات الفارهة المرقمة بالمغرب مركونة بموقف للسيارات بمدينة ماربيا السياحية التابعة لدائرة مالاغا الإسبانية. موثق الفيديو خاطب بعض المغاربة الذين يتساءلون عن الثروة المغربية وأجابهم أنها تتواجد ببساطة بماربيا، حيث تتجول سيارات فارهة وذات قيمة مالية باهظة من قبيل البورش والأودي والرانج روفر والبنتلي. ويروي متداول هذا الفيديو أن هؤلاء كانوا عليهم تشجيع السياحة المغربية وقضاء عطلهم بالمدن السياحية المغربية بدل دعم السياحة الإسبانية. السلام عليكم إخوان بخير. واحد سيف المغرب سقصى قال لكم أين هي الثروة، غنقولها ليه. أنا وقفت واحد الدقيقة في واحد الباركينغ في ماربيا وشوفوا معايا الله يخليكم. هاي تيسلا من الرباط واحد واو، الأودي كات كات، معرفش من كيوزو هادي كيو 5 ولا كيو 6 ولا ما عرف الله علم ليها استهاء. ها واحد الأودي أخرى واحد دال، نزيدكم مزال هات سيدي بغيتي الحديد ديال البلاد، ها هو كله كاين هنا. أين الثروة؟ ها هي سيدي في ماربيا، خبيها في الباركينغ لي سوسول دو ماربيا. واحد هال هات سيدي، ها واحد الرونج شحال ساوية هاد الرونج هادي، هادي سيدي واحد دال الرونج، واحد البورش هادي شنو هي بنتلي، هادي بنتلي 72 باء، هادي سيدي البورش ستة واو. شوف شحال بغيتو مازال، ها واحد ال ها واحد الرونج روفر اخرى قدامها، هاي وحده ستة هاء والاخرى واحد دال الرباط وكازا. اين الثروة؟ الثروة هي باينة، عارفين شكون دا هاي في مربية، اللي بغى الثروة يلقاها في مربية. يلا السلام عليكم. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.